كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ، وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل. ما رأيك يا مولاتي؟ رائع، هذا ما كنت أريده بالضبط. لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه، لكنه أعجوبة تستحق التعب. جهد عظيم يا رشيد. الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد. هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك، بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوب. فرحتي اليوم تفوق الجميع، وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة. ها هي الشمس تتوسط السماء، حانت لحظة السجود. رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد. طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رآه. عنبر، أين كنت؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم، وأقسم أن يذبحك. لكني مظلوم، كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة. بل كنت تلهو وتلعب. أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة، وقد أحط بما لم يحط به سليمان، وجئته من سبأ بنبأ يقين. يا ويلي، نسيت أن أخبرك يا عنبر، نبي الله سليمان وضع 3 احتمالات: الذبح أو التعذيب، والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك. لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما هذا؟ صبيحة، صبيحة، أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة؟ لا أحد يا مولاتي. أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي. أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب. والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري. استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل. لقد فتشنا القصر بعناية، لم تدخل نملة دون علمنا. والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربيتي الخاصة، ولن أسمح باتهامها بالخيانة. لم أقصد، ولكن الأمر محير. من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر. إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي
فلتقطع رقبتي فورا. قطع رقبتك لن يحل اللغز، أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء. أمر مولاتي. وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي. لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر. ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة. ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر. اصبروا يا سادة، ستعرفون كل شيء في حينه. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي. ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف. هذه علامة على أننا مخترقون. الأهم هو ما تحويه الرسالة. ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل انتهت الرسالة؟ نعم، ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان، يقولون إنه رجل قوي وحكيم، ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم. ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قراراً بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذه عادتهم دائما. ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية، حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب، فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا. أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية. يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهرة للملك سليمان. هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان رجلاً قوياً طامعاً في الدنيا، فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنا. ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل، المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة. ماذا سيفعل وقتها؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها، وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه. ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب. هذا رأيي أنا أيضا. أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما. لن أعيد توصيتكم. نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة. وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة. ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه. فهمت يا مولاتي. أظهروا لهم الود والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك. بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني. هيا ابدأوا التحرك ولترعاكم الشمس المقدسة. وصل الرسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام. انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل. إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال. كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات،
إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. مولاي الملك سليمان تفضل. هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ. قال لهم نبي الله سليمان: ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟ ليس هذا ما قصدناه يا مولاي. إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ. قال لهم النبي: لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم. ارجعا إلى أرضكما وقولا لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة. أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العكس يا قائد الحرس، لم نرى من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة. ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها. بل تتولى حماية البلاد يا نامق، واحرص على حراسة عرشي جيدا. لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي. تصحبك السلامة يا مولاتي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. كان نبي الله سليمان يستعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان، لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله. انظر يا مولاتي إلى التماثيل كأنها حقيقية، والفاكهات والأسماك إنها معجزة. لا تشير هكذا يا صبيحة، ولا تبدي انبهارا بما ترين. سأحاول يا مولاتي. حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش. وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول. قال لها نبي الله سليمان: أهكذا عرشك؟ كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله. إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن. إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه. يا له من ملك كريم وعظيم. ناداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح. ما هذا؟ إنه بحر. لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر. أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا، كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني. أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع، ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. استيقظ يا ميمون، استيقظ، لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك. لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها، بصيد وفير. سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة. أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين، ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر. أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ، هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار. كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله. نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق،
الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا، إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال. لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة، هل نعود إلى القرية؟ عد أنت، لن أرجع إلا بصيد وفير. قل إن شاء الله يا ميمون. ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت. ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة. هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله. ميمون يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت، يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طلبا للرزق. أنا أتعبد هنا وأنا نائم. معك حق، نوم الظالم عبادة. انظر انظر يا شمخون، انظر. لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله. هيا بنا، هيا لنصيدها. هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت. نعم نعم تذكرت، ولكنها فرصة. وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعى وفقراء، فقراء، ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم. هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة. أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء. لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر. هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك. أحسنت التعبير يا سيدي. إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه، ثم تختفي بقية أيام الأسبوع. هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا. اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا. هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى. لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام. كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ معذرة، لا أفهم قصدك. سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان. لكن الصيد محرم يوم السبت. لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر. وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع. رأي عظيم، أحسنت. هيا يا شمخون أسرع. أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين. أخفض صوتك،
ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا. هيا بنا الآن تفرقوا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا. ها وأنا كذلك. أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها. سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة. لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة. نعم هذا هو الرأي الصواب. انظر انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا. أخرج الشباك في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين. يا للحظ السعيد. لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي. كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت. أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا. من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا. هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك. بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت. السمك طازج يشهد على ادعائك. ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم. نعم فعلت ذلك، ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت. سوف يحل الغضب علينا جميعا. إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا. إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها. اسمعوا يا رجال، لنبني جدارا يعزل بين الفريقين. أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل. وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله. خذوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام. غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى، أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء. كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة. نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟ نعم بالتأكيد، وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب. إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار. لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله. ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا. رأيي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة. قرد! أيها الناس! إني أرى قردا متوحشا! من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك! لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون. إنه أنا شمخون! شمخون أنا! ولكنني لست قردا! تأدب أيها القرد! ماذا؟ بل أنت القرد! انتظر! بدأت أفهم!
لقد تحولنا جميعا إلى قرود. يا له من ذكاء بالنسبة لقرد، نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة. لا أحد يريد شراء السمك. أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد. أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا. هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا. يا سيد سمحون، يا كبير الصيادين. إنه صوت آدمي، كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك، استيقظنا اليوم على هذه الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف، إنه أمر الله ولا راد لقضائه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حمدا لله تعالى، عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار. لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل. هذا جزاء من يغضب الله. لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب. آه، يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون. نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام. طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير. صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.